لماذا ندرس؟ لماذا؟ ها؟ ليش نتعلم؟ العلم نور، نرفع الجهل عن أنفسنا. ها؟ بسم الله. العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي عبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بأن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، لا رياء لا سمعة، لا تبتغي بها إلا وجه الله. الثاني لابد فيها من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تريد تصلي الصلاة حرام حتى تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تصوم الصوم حرام عليك حتى تتعلم كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، تؤذن الأذان حرام عليك حتى تتعلم كيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين ما هو لعب.